السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من قناة الصحة والجمال، قناة الأمل للشباب. النهاردة معاكم في حلقة مميزة وقضية شائكة في المجتمع المصري، طبعا خارج نطاق الانتخابات الموجودة على أرض الواقع والمطر والسول. ربنا يا رب يحفظ مصر آمنة إلى يوم الدين، ورفع عنا الله عنا البلاء والوباء في الفترة اللي احنا بنمر بيها في فيروس كورونا. إن شاء الله مصر قادرة بشبابها وجيشها وشعبها والجيش الابيض، ان شاء الله مرحله وهتعدي بسواعد ابنائها باللي موجود على ارض الواقع، في البنيه التحتيه اللي موجوده على ارض الواقع شايفينها بعينينا. ان شاء الله مصر قادره تعبر للافضل والاحسن، وحافظ الله مصر امينه الى يوم الدين. نرجع معاكم النهارده في من قناه الصحه والجمال برنامج ملوك صناع الجمال، صناع الفرحه صناع البسمه، فقره مميزه لاولاد البلد. هنناقش قضيه موجوده على ارض الواقع وقضية شائكة حكى عنها أحمد زكي في أفلامه كتيرة، وطبعا السينما المصرية شاهدة على السحر والشعوذة والقضية الغريبة دي. بس هنرجع بقى لضيفتنا النهاردة الأستاذة ولاء حسين، منورانا في قناة الصحة والجمال، والمشاهدين اللي في البيت عارفين دي قضية شائكة، فعايزين نتعرف بحضرتك الأول. ولاء سيد حسين، معالجة ربانية مش روحانية، معالجة ربانية، بعالج بالقرآن والسنة والرقية الشرعية جميع أنواع السحر، المس، كل أنواع، يعني بحارب الدجل والشعوذة على قدر إمكاني، بحارب الدجالين والمشعوذين الحمد لله، وناجحة في إن أنا بحاربهم، والحمد لله ربنا عطيني الطاقة والقوة إن أنا أرفع كلمة ربنا، يعني بالعلاج بالعلاج بالقرآن طبعا، والسنة. بالعلاج والسنة. طيب احنا كنا اتكلمنا مع قبل كده مع حضرتك في كذا قضية للجن العاشق، وتدرجنا من كذا موضوع ووصلنا النهاردة للمس من الحمام. هو مس الحمام للأسف للأسف كل الفترة الأخيرة، أنا يعني معظم العلاجات اللي أنا عالجتها كان سببها المس الحمام. الناس ما تعرفش خطورة مس الحمام، وهو أخطر من السحر، لأن مس الحمام احنا يعني بنعمل ثقافات احنا بعيد عن السنة اللي ربنا وسيدنا النبي أمرنا بيها. سيدنا النبي أمرنا عند دخولنا الخلاء لازم نسمي بالله ونستعيذ من الخبث والخبائث، معظمنا مش بنعمل الحاجات دي. ايه الاعراض بتاعتها اللي بنبدأ بيها، الاعراض اللي بتبقى هي تعرفنا جميع المس؟ مس الحمام أعراضه بتبقى أعراض جسمانية عضوية، أمراض عضوية. الناس بتروح تعمل أشعات وتحاليل وبتتعب في أعضاء جسمها، وهو كان بيبقى سببه مس من الحمام. ايه الاعراض بتاعته اللي انا ممكن يعني تكون يعني عشان الناس تكون عارفاها، عشان رحت كذا الأول دكتور أنا ورحت بس كذا. هعرف الحمام. تمام. إحنا في دول غير إسلامية يعني بتحافظ على نفسها وعارفة خطورة الحمام، واحنا بنقلدها ومش عارفين احنا بنقلدها ليه. يعني عندنا دول الصين مثلا بعتلنا الصبانة اللي هي بتاعت الحمام، الصبانة عليها غطا، احنا يعني ما فكرناش مرة هي ليه عليها غطا، هو احنا هناكلها مثلا خايفين من الجراثيم والميكروبات. فرشة الأسنان عليها غطا برضو لخطورة الحمام. الأول بعتت لنا اللي هو الستارة المشمع اللي هي بتقفل بتغلف البانيو البانيو. فعلا علشان تحجبنا في واحنا حرمانية. واحنا مش مغردين من ملابسنا عن الحمام، احنا فاكرين ان هو مجرد دكوك. مجرد دكوك فعلا. دلوقتي الحمامات الحديثة معمول عليها الازاز، متقفله بازاز. طبعا دول امريكا، دول غير اسلاميه، الصين وكله نستشهد طبعا بالرسول عليه الصلاه والسلام يعني هم في الاكل اكتر والطعام بنغطيه عشان عشان ما هم عارفين خطوره الحاجه المكشوفه في الحمام. حتى ورق الفوين بتاع الحمام هتلاقي السلستين عليه بتاعه فعلا. متغطي. يعني دي احنا يعني بنشتري حاجات واحنا مش عارفين هو ليه كده، ما فكرناش هي ليه عشان كده. الخطوره اللي بتبقى موجوده عشان خطوره الحمام. الاول في عادات بتحصل اللي هي بتعمل المس. تمام. العادات اول حاجه الكلام في الحمام ممنوع نهائي نهائي نهائي. تاني حاجه الغنى، في بيدخلوا بموبايلاتهم الغنى، ده برضو يعني ده يعني بيحارب. طبعا انت داخل مش متحصن، وحتى لو تحصينك داخل الحمام ضعيف. ضعيف. آه
تاني حاجة في اللي هو في الرجال يعني بيشربوا السجاير، لو انت طفيت السيجارة في الأرض هي ممكن طفي السيجارة ده يجي على حد من الحمام اللي هو الجن، لأن جن الحمام ده أخطر أنواع الجن. في اللي هو يعني لما حد يكون هيفتح ميه سخنه، المفروض قبل ما نفتح الميه السخنه هنفتح الميه البارده الاول، لان درجه السخونه لما تنزل على الارض دي برضو بتبقى خطيره يعني جدا. معنى ذلك ان في اشخاص معنا في الحمام يعني في في جن في الحمام، جن الحمام هو مسكنه الحمام، هو جن الحمام مسكنه الحمام. فطبعا لما يحس لما يحصل وبعدين المرايه كمان، المرايه اخطر حاجه. في سيدات بتعمل حاجات خاصة لها في الحمام برضو ما تعرفش، كان زمان الحوض كان بعيد عن الحمام، يعني هتلاقي حمامات زمان الحوض أجدادنا بره. وكده كان الحوض بره عشان نتوضأ، علشان حلق الدقن، علشان كل حاجة بره. دلوقتي مع التكنولوجيا الغريبة اللي حصلت إن الحمام الحوض جوه الحمام، فأصبح إن المس قريب جدا من قريب أفعالنا مننا جدا. اليومية. فأنا لما ابتديت أعالج، يعني أنا هقول نماذج للعلاج، ما كنتش متخيلة إن جن الحمام يعمل كده. يعني في بنت كانت في سن البلوغ أنا عالجتها، كانت بتروح تعمل أسطوانات أكسجين كل شوية وجيلها ضيق تنفس. أنا مجرد ما قعدت معاها قدامها بفضل الله، أنا قلت لها، البنت كانت تخينة وكانت أصحابها بيعايروها إن هي تخينة، فكانت بتعمل رجيم، فكانت كل ما تخش للحمام بتبص لمنطقة الصدر هي خست ولا لأ، فتلبست في المنطقة في دي، المنطقة دي فأصبح إن هي بتروح تعمل أكسجين علشان مضرورة في المكان ده. طبعا بفضل الله بعد أنا ما عملت يعني ما عينت مسحبت المس من عليها، أصبح إن هي خدت جلسة علاجية يعني إيه محي الأثر بس، وبعد كده عرفت خطورة. قلت لها بعد كده عايزة تكشفي على جسمك خشي الحمام، خشي الأوضة اقفليها عليكي أوضتك واكشفي، لكن ممنوع إن الواحد يستكشف جسمه في طب الحمام. مع احترامي، اتفضل. انا اسف قطعت حضرتك، جن العاشق هو بيجي من المس؟ 75% من الجن العاشق، الجن العاشق 75% من الحمام، ال 25 ما عشان التانيين فكرتنا النهارده المس من الحمام، فعشان كده ال بأكد. 75 التانيين اللي هو بتوكيل سحر، اللي هو اتعمل سحر ودخل الجسم فاعجب بالجسم وبقى جن عاشق، بس 75% اللي هم ما عندهمش اصحار بس عندهم جن عاشق كان سببه التعطر في الحمام والغنى في الحمام والكلام في الحمام. انا هقول اخطر حاجة ما كنتش متوقعة ان هي برضو كان بسبب مس الحمام. في راجل اتصل عليا بيبكي لي ان مراته معاهم يعني ما شاء الله بنات في جامعة وكانوا بيحبوا بعض جدا، قال لي احنا خلاص اتفقنا على الطلاق ومصممة على الطلاق، وانا ما عملتلهاش حاجة، انا بحبها. فلو هو بيكلمني انا ظهر لي ان في مشكلة في الحمام. طبعا انا عكس الدجالين، الدجالين اللي بيكشفوا بالجن بيكشفوا عورات الناس، لكن انا بفضل الله عشان حاجه ربانيه من عند ربنا بيجي لي ان السبب من الحمام، بس ايه اللي حصل في الحمام المريض هو اللي هيحكي لي. بمناسبه كلمتك ان الصين او المنتجات اللي موجوده في الحمام اغلبها بالغطا على اساس ان فيها لازم نبقى مغطين ما الحاجه، يغطينها طب عشان ما قاعده تتضرش، الحمام عشان احنا برضو ايه الثقافه لازم تكون بتاعتنا، مقفوله، احنا بنتكلم بطريقه ولاد البلد لازم ومن قضيه طبعا لازم شائكه، تكون مقفوله. والميه السخنه برضو لما اجي زي انت بتقولي ايه ضررها لما اجي افتحها او ما هي الميه السخنه هتنزل على الجن موجود في لازم الحمام. يعني بغطي الاول. فلازم انا افتح الساقعه الاول قبل السخون، يعني انا بتلاشى التعامل مع الجن اللي في الحمام، انا باخد جميع احتياطاتي. عاوز اكمل بس الحلقه. اتفضلي. انا قلت له لو سمحت خلي المدام تكلمني لان انا شايفه ان في حاجه سببها الحمام. فراح بصيت لقيته سكت وقال لي انا هقول لك ايه اللي حصل في الحمام. فعلا حصل معاشره يعني جماعه في الحمام، وبعدها قفلت عليها القطه 3 ايام، وبعد ما طلعت من 3 ايام عملت عمليه في الرحم، ودلوقتي حصل طبعا اتلبست يعني جن اعجب بيها وضرها في الرحم وخلاها مش قابله زوجها. فعشان كده فبقول له حضرتك انت وهي يعني انتوا دفعتوا الثمن كده علشان يعني حصل كده. ففي حالات كتيره انا فوجئت يعني في دي قصه يعني دي واقعيه واقعيه واحنا بنستشهد برضو دايما بحديث الرسول عليه الصلاه والسلام في والسلام. الاكل اللي لازم نكون متغطي عشان خاطر يعني نفس المعلومه في مذكور مذكور احاديث وايات ان في الحمام لازم نتابع الحاجات اللي انت بتحكي عليها دلوقتي. ما هو بص هقول لك على حضرتك على حاجه، يعني في برضو دكتوره كانت لفت جميع الدكاتره على دماغها وعملت اشاعات ومش عارفه ايه العلاج، قلت لها انت بتفكري في الحمام، قالت لي انا كل قراراتي باخدها في الحمام.
ده جن عاشق ولا دي جن حاجه تانية؟ لا ده اذى، اذى، ما هو اذى في الدماغ في المخ. يعني انا ببص لصدري بتأذى يعني لصدري، في جن انا بفكر في دماغي في حاجه تانية. هو بيبقى جن عاشق، بيبقى وياخد وظيفتين، جن عاشق وضرر بالحاجه اللي هو عملها. يعني لو واحد خبط بدراعه بيتلبس في دراعه، ويقلب معاه جن عاشق. ماشي، واحده بتفكر، واحده بتبص لصدري. معانا مداخله بعد اذنك، ممكن؟ اتفضل اتفضل. ناس كتير متابعين حلقه حضرتك فحابين نشوف مداخله معانا. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من معنا؟ ألو، نورهان. طب كان معانا نورهان، لو في حد حابب كلمينا تاني، لو حابب حد، أي حد يخش معانا في الحلقة المميزة مع الدكتورة ولاء حسين، والأرقام على الشاشة موجودة اللي حابب يتواصل. نكمل كلامنا، اتفضلي. أنا عايزة بس أفهم إن الأطفال بتبقى عرضة كمان للحمام، تبقى أكتر اطفال يعني بتتاثر بالحمام، لان الاطفال مش مكلفين ومش بيقولوا الـ يعني مش بيستعيذوا. مش بيستعيذوا. فدايما الاطفال تبص تلاقيهم الام بتقول ده بيقوم مفزوع، بيقوم يصرخ، بيشكي بصداع، بيشكي بوجع بطنه. اقول لها انت ضربتي انت ضربتيه في الحمام، هو وقع في الحمام، هو اتكلم. هو في الاطفال بيدخلوا ياخدوا حمام مع بعض، فبيتكلموا بيهزروا بيضحكوا الكلام ده. فانا بقول لها حصل كذا، تقول لي اه فعلا هو بيحصل كده. قلت لها حضرتك ده خطورتها. في مره واحده ضربت ابنها، في ولد وقع، في حد بيغني، فكان من اعراضه ان هو بيقوم من النوم مفزوع، بيقوم مصرخ، عنده اوجاع، بيروح لدكتور كتير، مناعته ضعيفة، وهي كان برضو كان سببها مس من الحمام. أخطر من الكبار الأطفال؟ هو الأطفال هي بتبقى يعني حاجات بسيطة. لا لا لا، هو حاجات بسيطة، لأنه هو كمان مش مكلف. بس دي بتروح مجرد ما أنا بقرأ الرقية الشرعية عليه وهو نايم، أو أشغلها وهو نايم، أو أشغلها في مية ويشربها، خلاص. يعني هو الضرر بيبقى بسيط. ربنا يجعل اللي بتعمل خير، ميزان حسناتك. معانا إن شاء مكالمة، الله. نقول معانا مين؟ عمرو من الجيزة، اتفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، اتفضل يا فندم. ممكن أكلم الدكتورة يا صاحبي؟ مع حضرتك، اتفضل. والله والله يا فندم، كنت بتكلم حضرتك بخصوص الوسواس القهري. الوسواس القهري. حاجة تانية يا عمرو؟ لا أنا بالظبط عندي وسواس قهري بقالي أكتر من 5 سنين. تمام؟ وجربت أدوية كتيرة جدا وحاجات وعلاجات كتيرة جدا، مفيش حاجة جابت معايا نتيجة خالص. ماشي يا فندم. ماشي، هترد على سؤالك. ربنا قال نزل سورة قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله، من شر الوسواس الخناس. أنا دايما يعني في ناس بتبقى راحت لدكاترة كتير بسبب الوسواس القهري، بيديهم منيم بس. بخش منوم، بخش في حاجات تانية. فبيلعب في كيمياء المخ. فقل أعوذ برب الناس، حضرتك لو قلتها 100 مرة في اليوم أو 100 مرة قبل ما تنام، ده بيبقى سببه القرين. القرين بيبقى متسلط على الشخص. فلو القرين سورة الكافرون، سورة قاف، لو هو ورد يومي مش هتاخد من حضرتك بسورة الناس. الورد بمعنى كلمة علاج. مش هتاخد من حضرتك أقل يعني من ربع ساعة في اليوم، وهو ده علاج الوسواس القهري. يعني هتنام حضرتك متوضي، هتستعيذ من الشيطان 100 مرة، لأن هو القرين بيبقى شيطان. هو القرين ده بيبقى من أول ما الواحد بيتولد ربنا بيسخر عليه قرين. فهو ده بيبقى قرين نشط شوية على حضرتك، أو حابب إن هو يأذيك، فتقرب من ربنا. ونعم بالله. معنا مكالمة. مين معنا يا فندم؟ أم محمود. أم محمود. اتفضل يا فندم، تحت أمرك أستاذة ولا مع حضرتك. الامر لله. اتفضلي. لو سمحت انا عايز اكلم الدكتوره. مع حضرتك. مع حضرتك يا فندم. طب انا عندي ولد يعني بيحب يغني، يخش الحمام يعني معرفش، يحب يغني هو في الحمام. لا، ما هو حضرتك لازم تنبهيه خطورة الغنى في الحمام ويمنع الموضوع ده نهائي، لأن هو كده يبقى ممسوس. وهو كده يعني هم حبوا صوته، ولا حبوا الطقوس اللي بيعملها، فبيزيد فيها. فكده هو يبقى عنده مشكلة، يا إما يحد جدا من هو يعمل كده، ويقول الاستعاذة من الحمام. يعني ما نفهم من كده ان هو في مسألة. ان هو كده. شكرا لاتصالك،
لان والرقم الاستاذه موجود على الشاشه لو حابه تتواصلي معاها. من اعراض المس ان هو بيلاقي نفسه مخنوق يدخل الحمام، بيدخل الحمام من غير سبب. يعني عاوز يدخل ليه؟ لان هو حصل معاه مس من الحمام. اكيد الشخص ما بقاش عارف يعني مش مش بيبقى بيعمل كل ده بديهي. فتلاقي هو طبعا ليه عشيره في الحمام فلازم هو يدخل يطمن عليهم وهم عايزين يطمنوا عليه، فبناء عليه بيدخل الحمام وهو مش عارف هو بيدخل. احنا طبعا مش بنهول الموضوع بس هي دي حقيقه. لا هو واقع. فعلا خطير، هو فعلا واقع. خطير. ومن اعراضه كمان ان الواحد دايما يبقى شامم حاجه وريحه وحشه لان ده حمام نجس، يعني الجن ده نجس من الحمام، فدايما بيحس ان هو شامم ريحه وحشه دايما. واحنا الثقافه بتاعتنا زي في بدايه الحلقه المسلسلات والافلام كله بيتجه للطريق السلبي او الطريق هو الواحد لما بيحس ان عليه حاجه يقول لك لا ده انا معمول لي عمل، وهو بيبقى اساسه مس من الحمام. وبروح للشخص اللي هو بيعالج، اللي هو مش بيعالج بالقران والسنه. هو مش بيعالج بالقران والسنه ومش هيعالجه بحاجه خالص، هو كل اللي هيدي له مسكنات بس ان هو هيسكن له الدنيا، هيقول له لكن ده لازم لازم علاجه ان هو يتسحب من الجسم. لان بيبقى في الظهر. في بنت صغيره بتقول لي انا رحت لدكاتره كتيره بظهري، تعرفي تقولي لي انا فيا ايه؟ قلت لها حضرتك فتحتي الباب رديتي على باباكي وعطيتي ظهرك للحمام. قالت لي هو فعلا حصل كده. قلت لها عشان كده اتمسيتي من ظهري. فلازم يتسحب. حتى ساعتها انا سحبته فطلعته من هنا، ففضل التاني يوم معوجه كده بتقول لي انت عملتي لي، قلت لها طلعته لك من ظهرك. فلازم ده علاجه الوحيد انه لازم يتسحب من الجسم. من الجسم بوتر معين، كل شخص ليه وتر معين من بالقران. لا هو الوتر، القران، وتر القران ان هو يعني يكثف من سوره البقره، يكثف من سوره الجن، من سوره الدخان. يعني هو لو عمل مثلا لمده 41 يوم يوميا حافظ كده باذن الله هيطلع منه ده. هو لو ما لجاش لحد يطلعه، لو ما لجا اللي احنا ما احنا نقول لو هو في الناس اللي في البيت، الناس اللي يعني اللي احنا بنتكلم بطريقه وادي البلد اللي محتاجين يفهموا او مش قادر يتواصل. انت بتقولي 41 يوم بيبقى ان شاء الله بيبقى زي اذكار الاذكار. لازم علشان نحد من خطوره كمان الحمام، ممكن ملح الطعام او ملح خشن اللي هو بتاع العطار، يعني خليها مره كده كل اسبوع. كل فتحات الحمام اللي هو البانيو، الحوض، البلاعه، القعده، الام مثلا تبقى مطمنه ان كلهم هيناموا، ما فيش حد هيدخل الحمام لمده طويله، او الصبح ولما هم يخرجوا كلهم هتحط كل ده في الحمام ساعتين ثلاثه كده. انا بحد من نشاط الجن في الحمام. لو في حاجه ثانيه اضافه لنفس الموضوع المس الحمام، في كمان يعني الـ 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 الشباب اللي بتتعطر بعد حلقه الدقن، يا ريت لما انا ابص في المرايه ما ابصش لوشي او لعيني، يعني ما ابصش للعين في المرايه، انا ابص اركز ان انا بحلق دقني. ليه علاقه بالقرين؟ القرين والمس ولا لا؟ هو دول يعني بيحصل زي اتفاق بينهم، وساعات يحصل زي تضارب كده يضربوا في بعض. في ساعات مثلا حد يخش ياخد حمام شاور يطلع يلاقي نفسه متشرد كده، يعني في خطوط كده، يقول لك ايه ممكن يجي لي حساسيه او لا ده حصل في نزاع حصل عليه في الحمام بين القرين وبين المس. او ممكن يكون عليه سحر ومتوكل بجن، فالجن بيحصل له ايه حاجه غريبه جايه من عليله فبنهاجمها. ده اللي هو القرين. يا من القرين يا اما من توكيل السحر. تمام. لو في اضافه تانية للفكره، في كمان نوع من انواع المس ده كمان انا عايزه انبه عليه، لان ده برضو بيقلب للجن العاشق. هو لو في مكان يعني بيت فيه اثار، دايما بيبقى فيه حارس يعني الرصد بتاع المكان، زي ما بنسمع كده بيبقى رصد جن، فممكن الرصد ده بيعجب بواحد او بيعجب بواحده يعني في البيت. فدايما يقول لك انا بحلم ان انا بنزل تحت، انا بحلم بالحاجات اللي موجوده، انا بحلم كده. بيحس وبيبقى مرتبط بالبيت، يعني تتقدم لها عريس ما تتجوزش، يحصل الولد بايرو يروح يتقدم على عروسه يحصل ايه لخبطه، لان هو بيقلب معاه جن عاشق. فده لما بيدخلوا الشيوخ اللي هم بيقولوا على نفسهم الشيوخ اللي هم الدجالين، الدجالين اللي بيستخدموا السحر، هم عشان بيستعملوا الجن في الشغل بتاع الاثار بيدمروا البني ادم ده، لانه بيقولوا ان ده هو مفتاح المكان فبيشتغلوا عليه. لكن بفضل الله انا بروح يعني صاحبها خالص، صاحبها منها فايدتين، ان هو عن الاذى عن البني ادم، وخلاص هو الحارس بتاع المكان خلاص. ربنا يجعلك سبب خير دايما، ورب تكون الحلقه النهارده يا رب تكون خدت وقتك، وطبعا بوعد ان شاء الله فقرات ثانيه ان شاء الله. ويا رب نعرف بس كلمة أخيرة الحمام، يا رب نعرف خطوره الحمام ونحد منها خالص، ونستعيذ من بالشيطان، ويعني نبعد عن كل اذى وصلنا للحمام.
اللي حابب يتواصل مع الاستاذه ولاء الرقم موجود على الشاشه. بنشكر حضرتك الاستضافه الجميله، ووعد تاني ان شاء الله. ان شاء الله. بنطلب من الاعداد طبعا ان شاء الله. دايما معاكم ملوك صناع الجمال، بنستضيف القناه الموجوده. سعيدين بحضرتك الجمال سعيدين بحضرتك النهارده. شكرا. هنشوف تقرير النهارده هنتكلم عن قامه موجوده في مهنه الكوافير والتجميل في مصر، بما ان احنا في ملوك صناع الجمال صناع الفرحه. كتيبة توب صالون أو مايسترو المجال أو سلطان المجال، أسماء كتير انطلقت على فريق توب صالون المحترم المحترف في اللي بيقدم للشباب قدوة في شغله ومثل ليه، تأمين بيأمن على الشباب في شركة محترمة اللي هي توب صالون. بشكر الأستاذ كريم والأستاذ أحمد مديري فروع توب صالون على مستوى الجمهورية، وأنا طبعا من هنا بقول لكم شكرا اللي انتم بتقدموه لمهنة الكوافير والتجميل في مصر بصورة مشرفة. نشوف فقرة تانية أو صور تانية تكون موجود معانا. طبعا تيم عمل ملوك صناع الجمال من الباخرة السياحية فيرست لاف، وده تكريم من نجوم التجميل مصطفى صابر امبارح، ايفنت ناجح بحب الناس. وده طبعا التجمع تكريم فريق ملوك صناع الجمال امبارح من قاعة لنجوم التجميل بقيادة العالمي مصطفى صابر، نجوم التجميل والساهر الرديني والأستاذة هبة نبيل وكل إخواتي وأصدقائي في المهنة الجميلة اللي شرفونا، عملوا حاجة مشرفة امبارح. شكرا لفريق التنظيم اسما أنا آسف لو نسيت حد. طبعا ده تكريم لملوك صناع الجمال كفريق، الأستاذ سمير ميلاد، الفنانة ذكرى، محمد بهناسي، الأستاذة رام حافظ اللي تعبانة معايا، الإعلامية الجميلة اللي خلف الكواليس هي اللي تعبانة معايا جدا في كل التصوير الخارجي. بشكر جدا الإعلامية الجميلة رام حافظ والمدير المسؤول الأستاذ سمير ميلاد والفنانة ذكرى. وإن شاء الله كده إيفنت ناجح 28 باسم ملوك صناع الجمال على الباخرة السياحية فيرست لاف يوم 28 المانيال في نايل بورتو دار الدفاع تبع دار الدفاع. ان شاء الله عاملين حفله بسيطه كده لكل نجوم الكوافير والتجميل والفن والمواهب. فقره هتبقى مميزه من 1 الظهر ل 8 مساء. عايز اختم بفيديو برضو بهديه لمهنه الكوافير والتجميل، مبادره الشباب افتخر بنفسك وبعملك كوافير وافتخر اكاديمي. وبشكر مصطفى صابر على الموجود امبارح لنجوم التجميل. اسيبكم مع الفيديو وهرجع لكم تاني. من المهنة الجميلة اللي هي مهنة صناع الجمال، صانع الجمال في الفرحة، شرف إن أنا بتكرم من العالمي اليوم الجميل اللي جمعنا وجمع الطب اللي موجود على أرض الواقع دلوقتي. بتشرف كمان مرة بنجوم التجميل بقيادة العالمي مصطفى صابر، فريق التنظيم بتاعه اللي موجود اللي عملنا حاجة مشرفة النهاردة. وبشكر التيم ملوك صناع الجمال، أستاذ سمير هاد، كل التيم اللي موجود معانا. ان شاء الله تزورونا بكره الساعه 7 مساء على قناه الصحه والجمال، كوافير وافتخر مبادره الشباب. وبعد اذن مصطفى يوم 28/12 عاملين حفله ترفيهيه على باخره سياحيه يخرج من جو الشغل. ان شاء الله يوم اللي حابب يتواصل مع فريق تنظيم او فريق العمل الخاص بملوك صناع الجمال وفريق تنظيم نجوم التجميل، شكرا للعلوم الجميل، قدمتوا صوره مشرفه. زي ما قلنا ملوك صناع الفرحة، ملوك البسمة، مجال الكوافير والتجميل في مصر، دي صورة مشرفة لمهنتي وافتخر. واللي أنا النهاردة بجيب لكم كمات من كل المجالات تحت مبادرة افتخر بنفسك وبعملك. كان معانا الدكتورة ولاء، سعيد جدا بوجودك معانا، وبتمنى إن شاء الله فقرات دايما مع بعض، كل فقرة كده باسمها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.